اكثر شيء تعرفين انت اللي يكون رفض من عنده هو من الناس الطبقه اللي تكون شويه يعني كعمرا اكبر من هذا الجيل اللي موجود هسه حاليا، لان تربوا على شيء اسمه ماكو سوشيال ميديا، ماكو شيء اسمه انفتاح للغرب. اكثر الطبقه اللي تحب تسوي الوشم هي الطبقه اللي تكون الفئه العمريه الجديده الحديثه، لان متطرقين صار عندهم السوشيال ميديا، صار عندهم هواي شغلات يقدرون يشوفون بها. هل الوشم هو الناس تسويه على انه هو كزينه او كشيء؟ اكثر الشباب يحبون يسوون الوشم على انه هو كزينه يجمل الجسم مثل ما انت ذكرتي، واكثر الشباب يسوون الوشم او النساء يسوون وشم على انه رموز معينه اللي هو تاريخ معين او هسه مثل اني عفوا اعوذ من كلمه اني من تسأليني انت شنو الوشم اللي مسوي؟ صح اني وشام بس كل وشمه بجسمي لازم اختارها تكون لها رمز وتكون لها معنى. فبالتالي انه سؤالك ردي عليه انه اكثر الشباب يسوون الوشم على حبهم لهذا الرسمات ويطلعون يعني عن موضوع الطبقه القديمه بصوره عامه.